بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أنا سابقا مدلين عصام كامل جرجس، حاليا جهاد عصام. أنا كنت مسيحية والحمد لله ربنا أنعم علي بنعمة الإسلام. أنا من مواليد التوفيقية، مركز صملوط، محافظة المنيا، مواليد يناير 93، 1/1/93. كان ليا سابقا نشاط كبير في الكنيسة، وكنت ماسكة خدمة كبيرة. الخدمة دي كانت عبارة عن خدمة الافتقاد. خدمة الافتقاد دي كانت ان انا الف على البيوت او اشوف زمايلي البنات اللي هم مش بيروحوا الكنيسة، وابتدي ادعوهم ان هم يروحوا الكنيسة يعني وكده. وكان ليا فقرات تاني من مجلات صوتية ومسرحيات وكلام كتير. حتى اهلي لما قالوا اني اتخطفت ونزل لي يعني على النت يعني بعض الفقرات اللي انا كنت عاملاها، فمنزلين المسرحية اللي انا كنت ممثلة فيها، وخصوصا الجزء اللي هو هي المسرحية كانت عبارة عن بتجسد شخصية قديسة كانت وثنية زي ما بيتقال عندهم قديسة. فاتحولت، شافت شيء فتحولت من وثنية لنصرانية. ففي جزء بتقول، بتصرخ فيه تقول أنا مسيحية، فهو الجزء ده اللي استشهدوا بيه ومنزلينه على النت كإثبات نصرانية. أوضح لهم بس. طبعا كل الكلام ده كان قبل الإسلام، فلو هيثبتوا بيه نصرانية كل ده كان قبل الإسلام. لكن بعد الاسلام والحمد لله ما كانش لي اي فقرات في الكنيسه. يعني كل الفقرات دي على فكره من بقالها شهور مش دلوقتي. انا كنت متعصبه، يعني كنت مسيحيه متعصبه، كنت غيوره على الدين المسيحي. وعلى فكره كانت ليا كتابات برضو ضد الاسلام، كنت بهاجم فيها المسلمين. يعني زي ما الكل المسيحيين بيقولوا ان المسيحيين مضطهدين والمسيحيين مش واخدين حقهم، كنت بكتب في الموضوع ده كتير، وكنت بكتب ان هم مضطهدين وان هم مش واخدين حقهم والكلام ده كله. وكان لي اخر موضوع كتبته، وكتبت عن موضوع نجح حماد، ده كان اخر موضوع كتبته كدليل. وكان ليا قصيدة كتبتها في كاهن، كانت حصلت خناقة بين مسلمين ومسيحيين في البلد ومات فيها كاهن، فبيسموه شهيد في النصرانية. فكان ليه كل سنة يوم بيتعمل ليه ذكرى، فكتبت له قصيدة اتعرضت في الذكرى ده. فأنا طبعا ناسيها، مش فاكراها كويس، بس فاكرة منها شطر. هو ده اللي هقوله عشان اثبات. يعني الشطر ده رفع منهم واحد فاس، وبقسوة قلب ضربك من غير إحساس، آه يا أبويا ده موتك هز كل الناس. طبعا بعد النشاطات دي كلها وفي الكلام ده كله، هو هحكي دلوقتي على جهاد، أو كيف أسلمت، أو كيف حصلت قصة الإسلام. هو طبعا محدش كان متخيل ان اسلمت او الكلام ده كله عشان اللي كان ليا في الكنيسة، وعشان كنت ملتزمة والكلام ده كله. بس انا اوضح حاجة، بس كله الكل بشايفها، لما كنت مسيحية الاسلام كان ليا بمنطق مختلف. يعني لما كانوا بيتكلموا في الكنيسة او نتكلم احنا كاصحاب او كزمايل، كنا بنحكي عن الاسلام زي ما بيحكي زكريا بطرس، وزي ما بيحكوا عليه. فانا وصلت المرحله دي، كانت بدايه الاسلام. كنا في الكنيسه، وكان ما بين محوار، وكنا بنتكلم في اللاهوت وفي التثليث والتوحيد والكلام ده كله. فكان بدايه الموضوع، هو على فكره الموضوع ده قليل جدا من المسيحيين اللي بيشرحوا، يعني او قليل اللي فاهم. حتى اللي بيشرح مش فاهم، هو بيشرح كلام
في كشكول او كلام في كتاب، فما بيشرحوا يبانوا، فما بيوصليش او ما بيوصلش لغيري برضك. فبتلاقي دي عقدة عند كل المسيحيين، فهم التثليث وتوحيد وواحد وثلاثة والكلام ده. فبدأنا اللقاء، فبدأوا يتكلموا في ال اللهم صل على سيدنا محمد، بدأوا يتكلموا في ال يعني في التثليث والتوحيد واللاهوتية والإله، وبدأوا إيه يقولوا إثباتات. فجيت جت نقطة يعني أنا بلعت حكاية التثليث والتوحيد وخلاص. يعني جت نقطة هو المعروف عند النصرانية أو عند المسيحيين إن الإنسان ما بيعيش فوق أو ما بيعيش في الجنة أو ما يسمى عندهم بالفردوس غير بجسد نوراني، يعني لا ياكل ولا يشرب ولا الكلام ده كله، جسد نوراني بس. فعلى حد ما رووا ان العذراء لما ماتت طبعا الجسد اولا بتطلع الروح فبيلبس الجسد النوراني على حد كلامهم، وليها جسد دم ولحم، فما طبعا على حد كلامهم لما شالت في بطنها الاله والكلام ده كله، فجم الملائكه اخدوا جسدها عشان ما يبقاش في التراب. ده تكريم ان هي ام الاله على حد قولهم. فالنقطه دي حيرتني وانا قاعده، وعلى فكره مش انا لوحدي، حيرتنا كلنا واحنا قاعدين. انا ازاي اكون ليا جسدين؟ ما جسد نوراني جسد لحم ودم، فانا عايشه ازاي بالاثنين؟ هل انا بالجسد النوراني يعني دلوقتي انا وقدامي الجسد اللي هو لحم ودم على حد الكلام اللي قاله لي الخادم بتفرج عليه او ازاي؟ طيب كيف يعقل الكلام ده؟ ازاي يتعجل؟ ما قدرتش. وابتدى يحكي برضك في التسلسل، فرفعت ايدي فقال لي قوم اتكلم يا مدين. قلت له بص عشان نرتاح، لما ابتدت يعني ابتدى مخي يتشتت، ابتدى ما خلاص ما كنتش عندي بعد اللي سمعته حتى، ابتدى اتناقش معاه، ابتدى صوتنا يعلى ونتكلم وازاي، طب اشرح، طب انت فصلتني، طب انت وترتني، طب كنا نتكلم في الموضوع ده. فقلت له بص انا هقول لك حاجه عشان نرتاح في الاخر، انا مؤمنه ان ربنا واحد في ثلاثه وثلاثه في واحد، مش عايز اعرف اجت منين. انا خلاص على حد كان واقف خادم يعني يعتبر ابن خالي، فضحك حتى وقال له هتطلع العيال دي لحدينا، هتطلع البنت دي لحدة من هنا هتلحد. وضحكنا وعدى اللقاء. يمكن هو في وجهة نظرهم عدى، لكن عندي انا ابتدى يسيب اثر، يعني ابتدت افكر وابتدى دماغي انشغل. بس في نقطة ما يقعوا فيها كل المسيحيين اللي بيفكروا، ان انا الاسلام اللي كان واصلني اسلام منطق المسيحية، في اختلاف كبير جدا عن الاسلام الحقيقي. طبيعي انا في دين مختلف، فلما هتكلم عن الدين التاني مش هتكلم عليه بالصح، هحكي عيوب مش هحكي مميزات. فقلت ايه لما انشغلت فترة قعدت افكر، فلما فكرت في الاسلام اللي عندي فقلت لا، ده ان كان المسيحية فيها عيب الاسلام فيها 24، لا خليني على ده وخلاص. بس ما قدرتش اسيب، يعني كان برضك في سيطره جوايا، ما قدرتش انساق ورا الكلام ده. بس طبعا كان في كبر، يعني الانسان عامه بطبيعته بيبقى عنده كبرياء، بيبقى عنده غرور. وصل لما كنت يعني دايما كنت اقول لنفسي هو معقول مثلا ابويا مش عارف الصح، معقول جدي مش عارف الصح، معقول الام يا اخويا. وغير على فكره انا من بيت مسيحي اللي هو المسيحيين المسيحيين اللي ماشيين على دين المسيح، فمعقول البيت ده كله غلط مثلا، انا هبقى بني ادم لوحدي وانا اللي صح، انا اللي طب ليه هم ما فكروش زي ما كنتش اعرف ان دي بتبقى لحظه هدايه، وان ربنا هو اللي بيختار البني ادم ده عشان يدخل جوا لحظه الهدايه. والحمد لله رب العالمين، يعني دي كانت حاجه كبيره جوا من ربنا ليا. ابتديت اسال، بس كنت بسال ازاي؟ هو انا يعني بيقولوا ان انا عندي نسبه ذكاء، فانا ابتديت اسال بان انا مسيحيه ومسيحيه متعصبه وبتناقش عشان خاطر بس اثبت نصرانيه، ما اثبتش اسلام، رغم يعني واحسس مثلا ان انا بتكلم معاهم ان الكلام بيدخل من هنا يطلع من هنا وعادي خالص ومش شاغلني، رغم ان انا كان ممكن اقعد ايام افكر فيه، بس عايزه اعرف، عايزه اشوف يعني. فابتديت احكي وممكن اتخانق وممكن اشتم وممكن الكلام ده كله، وان انا متعصبه لدرجه ان زمايلي كانوا ما يخافوا مني. بس فابتديت اسال لحد ما اتكلمت مع حد، فابتدى نتكلم في الاسلام، ابتدى يعني ابتدى الشك يعني ابتدى اليقين يدخل. يعني في الاول مثلا كان بنسبه 50% ابتدى يوصل ل 60، ابتدى لحد معدل المعدل الطبيعي بتاعه. بس
بس برضك كان جوايا هواجس، برضك مش قادرة، يعني حاجة تقيلة حاجة كبيرة، لحد ما وصلنا العهد على أنا وصلني كتاب المخرس للشيخ أبو يحيى، ابتديت أقرأ فيه، واتواصلت مع الشيخ، بس الشيخ اعتقل في موضوع كاملية، فهو دي في الوقت ده انقطعت أخبار الشيخ. بس فوصلنا الحل في مع الزمان اللي كنت متكلم معاه ومع الأشخاص اللي كنت متكلم معاهم، فوصلنا الحل ده ان انا واحده بقى، انا طلعت وانا عندي حوالي 17 سنه و6 شهور، فوصلت الحل. انا بقالي 17 سنه بصلي صلاه المسيحيين، يعني بقالي 17 سنه كنت ملتزمه بصلي دايما يوميا والكلام ده كله، ان انا اصلي صلاه المسلمين واني ادعي ربنا في نهايتها لو المسيحيه الحج يثبتني ويشيل بقى الهوجس اللي في دماغي ويريحني من اللي انا فيه، ولو الاسلام هو الحاج يهديني ليه ويريح بالي برضو، لان انا كنت تعبانه، وصلت لمرحله تعب شديده. يعني عرفت سوره الفاتحه والاخلاص والكوثر، صليت بالثلاث سور دول تقريبا. انا كنت في درس، روحت كان تقريبا التوقيت العصر، يعني صلاه العصر. على فكره انا اول ما دخلت البيت احنا كنا متوعدين اني لو ان انا هصلي لو لقيت المسيحية الحج، زمايلي دول او الناس اللي كانوا بيتكلموا معايا هيتنصروا لو رحت قلت لهم المسيحية الحج، لو قلت لهم الاسلام الحمد لله ثبتنا كلنا. بس فطبعا الشيطان لعب في دماغي، كنت افكر ان انا ما صليش وفرصه وجت لحد عندي وهيتنصر والكلام ده كله، وهقول ان المسيحية الحج وصليت. بس سبحان الله، يعني الحمد لله اول ما دخلت البيت، هو انا لما دخلت كنت مرعوبه طبعا كبت مسيحي وارثوذكسي، تبقى معروفه الصور اللي صور القديسين بتبقى في كتيره، فابتدى يدخلني احساس رعب من الصور اللي حواليا، خاف منها، على حد ما كنت ما اسمع القديس فلان جيل فلان واتكلم معاه وقال له يا ابني مش عارف ايه، وربنا جيل فلان، ربنا اللي هو المسيح على فكره عند النصرانيه. فالكلام ابتدى يدخلني احساس رهبه، احساس خوف، بس من غير ما احس رجلي تاخدني على الحمام واتوضى، قعدت ما يقرب من نص ساعة عشان افتح باب الحمام واطلع. كنت حاسة ان انا لما افتح باب الحمام هلاقي بني ادم واقف مستنيني بره، هلاقي حد هيرعبني، حد هيقول لي كفرتي، حد هيقول للناس يعني دي عملت. وفي وجهة نظري في البداية الموضوع ده كان يعني حاجة اجرام كبير، حاجة كبيرة، حد هيقول لي كفرتي، حد الكلام ده كله. لكن الحمد لله فتحت الباب وطلعت، ابتديت ابص للصور وسبحان ربي، يعني الحمد لله غمامه سودة ما كنتش شايفاها، يعني انا كنت مجرب اجرب من الصوره، عايزه اشوفها، عايزه حد يتحرك، عايزه حد يكلمني، كنت حاسه اني في غيبوبه وعايزه حد يفوجني. ابتديت ابص للصور، انا ابتديت اكلمهم، ابص لهم عايزه هم يرد عليا. سبحانك يا ربي، شريط اسود، غمامه سودة، مش شايفه حد منهم نهائي، لحد ما دخلت اوضتي وكنت عارفه اتجاه القبله، لحد ما جالولي فوقفت وابتديت اصلي. وسبحان رب، يعني سبحانك يا رب سبحانك، انا اول ما ابتديت اصلي او اول ما يعني اول ما وقفت، طبعا ما فيش سجاده صلاه، كانت السجاده العاديه في البيت. طبعا لفيت طرحه ويعني ولبست زي اسلامي زي اسلامي، وابتديت اجف، حسيت بخشوع رهيب دخلني، حسيت اني يعني حسيت برهبة، حسيت احساس انا مش عارفة اوصفه، وعلى فكرة محدش هيعرف يوصف الاحساس ده غيري ومحدش يقدر يحسه غيري. الحمد لله يمكن لو حالة زي حالتي هتحس بيها وتبقى حاسة بيها جوي. حسيت براحة، حسيت بأمان، حسيت بإحساس انا اول مرة احس بيه، يعني حسيت اني مرتاحة بطريقة مش عادية. ابتديت اصلي، ابقى كدابه لو قلت انا صليت كام ركعه، او ابقى كدابه لو قلت بمعنى اصح انا صليت العصر، ان العصر معروف ركعاته، لا انا صليت ركعات كتير، ما حسيتش من كتر ما حسيت برهبه، من كتر ما حسيت براحه، من كتر ما حسيت مش عارفه، انا مش لاقيه كلمه اوصف بقى الاحساس اللي حسيته. ابتديت اصلي واقوم واصلي من غير ما احس، وفي نهايه الصلاه دعيت ربنا، قلت له يا رب
يا رب لو المسيحية الحج ثبتني، أنا تعبت، أنا وصلت لمرحلة خلاص تعبت، ولو الإسلام يهديني ليه، لكن تعالى أنا تعبانة يعني، وريني الصح عشان أنا خلاص يعني. أنا على فكرة أوضح لكم حاجة، أنا من قبليها وأنا داخلة كنت محاولة أكلم الصور النصرانية، كنت محاولة أطلبهم، كنت محاولة ألاقي حد فيهم بس ملقتش. لكن أول ما طلبت ربي الإسلام وأول ما ابتديت أدعي ربنا جاني، يمكن ما جانيش بصورة شخص زي ما بيتكلموا بالنصرانية، يمكن ما جانيش قديس وحكى معايا زي ما بيروي في النصرانية، لكن جاني إحساس جوايا الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين، جاني إحساس رهيب جوايا، حسيت جوايا بثقة يعني، بعد إحساس الخوف والتوتر والقلق حسيت بثقة رهيبة، ثقة كبيرة، حسيت إني إنسانة تاني، اتولدت من جديد، كل حاجة فيها اتغيرت، حسيت بجو، حسيت إن الجو اللي حواليا غريب، حسيت البيت غريب، وجاني يعني هقول لك بركان من الدموع، ابتديت أبكي أبكي بطريقة رهيبة، كنت حاسة إن الدموع دي ما تغسلني، دي تغسل مدلين وتحيي جهات، حسيت إن الدموع دي ما تغسل البني آدمة القديمة، أما تغسلها يعني، يعني ابتديت أبكي كتير، وحسيت إني جاني إحساس جوه، إحساس قوة كبيرة جوه يمكن صعب على أي حد إن يبقى فيها، يعني جاني إحساس إن أنا عايزة أقول للناس كلها إني مسلمة، عايزة أكتب يعني أكتب على الحيطان، عايزة أمسك قلمي وأكتب على الحيطان أنا يعني أكتب أشهد أنا لا إله إلا الله، أكتب أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، عايزة أكتبها في كل حتة، عايزة أكتبها على كشاكيلي، عايزة أكتبها على كراساتي، عايزة أكتبها على كتبي، أكتبها على الحيطان، أكتبها على اللب، عايزة أقول للكل، عايزة أطلع الشارع وأقول يا ناس أنا حصل معايا كذا كذا، والحمد لله يمكن ربنا جابني هنا عشان اقول الكلام اللي انا كان نفسي اقوله في الوقت ده، يمكن ما كانش ينفع اقوله بس الحمد لله تيسر الامر واقوله دلوقتي، عايزه اقول لكل ان انا مسلمه. ابتديت ارن على زمايلي او ارن على الاشخاص اللي انا كنت بتكلم معاهم، يعني لاني كنا متوعدين ان انا ارد واقول اللي حصل، فالو الو يعني اول ما ابتديت اتكلم ما قلتش غير اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، بس دي اللي كانت على لساني الحمد لله يا رب العالمين. وابتديت ابكي واتنفض يعني، ابتديت رعشة وبكا ونفض مش عارفه اوصفه لكم بصراحه، بس اكيد انتوا حاسين بيا، بس ابتديت ابكي، ابتدت الناس دول جالهم ذهول يعني، معقوله دي البنت اللي كانت ما تشتم الصبح دي مادلين ايه ده، ابتدت حتى نامي نامي اهدي، قعدت ما يقرب من يعني من شهر وانا على الحال ده، والشيطان ما سابنيش يعني، الشيطان الشيطان ابتدى يكمل معايا يعني كتير، خدني يعني انا الحمد لله عديت من يعني عديت من الشيطان، بس عديت من الشيطان بالقرآن الكريم على فكرة، يمكن ما كانش معايا قرآن في بيتي بس ربنا يسر لي زمايلي في التليفون، الشخص اللي كنت بكلمه ابتدى يجروا لي قرآن، يعني اتغيرت تماما وشخصية جديدة، يعني زمان لما كان الأذان بيأذن في الجامع يا امتى هيبطلوا بقى، امتى الصوت اللي زي اي حد نصراني حاليا، الصوت ده بيوترني، خصوصا مثلا انا كنت ثانويه عامه فبسهر وذاكر، واول ما صوت ده يا فصلوني كنت مذاكر الكلام ده كله، يعني كنت بستنى الاذان ياذن عشان اسمع، كان بيحسسني بامان وراحه نفسيه، ابتديت اني ببقى مستنيه يوم الجمعه عشان اسمع الخطبه واسمع الكلام، بس الحمد لله ربنا يسر لي الاشخاص اللي كنت بكلمهم في التليفون ابتدوا يتكلموا معايا، يعني لحد ما وصلت للشيخ ابو يحيى واتكلمت معاه في التليفون وابتدى يوضح لي تاني، الاشخاص دي يعني بدأوا يتكلموا معايا في الدين، ابتدوا انا كنت داخله مرحله ايه، الانسان العطشان وعايز يتروي اللي عايز يعرف كل حاجه، بس ما كنتش برتاح او انا عايز بمعنى صح غير على القران، لان كان بيجيني ما اشبه بكوابيس بان حد بيلطح فيا بصلبان بيقول لي انت كفرتي انت سبتيني، دي شيطان، دي خلات الشيطان اللي بيحاول يأسني او يرجعني، بس الحمد لله بنعمة القرآن وبالصلاة ابتديت اتغطى الموضوع ده، على فكرة أنا قعدت ما يقرب من 5 شهور في بيت أبويا مسلم، يعني أنا قعدت من شهر 3 لشهر 8 وأنا في بيت أبويا مسلم، ما بيفوتنيش فرض، يعني الحمد لله في وقت الفجر كنت بصحى لوحدي، يعني حاجة كانت بتصحيني وقت أذان الفجر أصلي الفجر حاضر، ابتديت أنا اللي أصلي على يعني أتصل بالأشخاص اللي كانوا بيتكلمونا صحيهم يصلوا الفجر، الحمد لله كان يعني كان انقلاب
او تغير كبير جدا، وابتدى اكون شخصيه تاني او واحده تاني. وكنت بصلي فرض فرض وانا ببيت ابويا، انا كان ليا اوضه خاصه بيا لوحدي كنت بصلي فيها، والفرض اللي كان بيفوتني وانا في درس او وانا بره البيت كنت برضك برجع، ما كنتش انام ابدا وانا عليا فرض. ابتديت يعني وانا ماشيه بعديها بقى، لما كنت امشي في الشارع واشوف مصحف في مكتبات في الكلام ده كله في الشارع، كان بيبقى عندي شوق رهيب ان انا عايزه افتح المصحف امسك انا بايدي اقرا فيه، انا محد ما اسمعش حد يعني. رغم اني بالعكس الاشخاص اللي كنت بكلمهم كنت بقول لهم اني لما بيجروا لي قران صوتهم بيبقى حلو جدا، نفسي ابقى زيهم يعني، نفسي اقرا قران وابقى بنفس الجمال ده في الصوت. ابتدت تاخدني وانا ماشيه في الشارع، لقيت كتاب بيحكي عن الدين الاسلامي، لقيتها بتبقى شداني بحش رجليا بالعافيه، شداني ان انا عايزه ادخل اقرا، لدرجه اني اتغيرت تماما حتى في اسلوبي في كلامي، لدرجه ان انا في مره قاعده بذاكر انا وواحده هي نصرانيه، فقاعدين في بيتها فقاعدين بنذاكر، فبقول لها فبحكي انا وهي بالكلام اخدنا، فبتقول لي انت مالك؟ فبقول لها قلت لي انت بتتكلم زي المسلمين. طبعا ارتبكت لا مسلمين مين انا زي ما في ايه اللي اتغير فيا؟ قالت لي مش عارفه اسلوبك زي اسلوب المسلمين يعني. هي حاليا لو هتسمعني هتفتكر الكلام والحوار اللي حصل ما بيننا ده. فابتدت اتوتر وابتدت اغير الكلام، لا انا زي ما انا والكلام ده كله كاسباب. طبعا انا احب اوضح لهم حاجه، الفتره اللي انا طلعت فيها تقريبا بعد موضوع كاميليا بحوالي اسبوع. طبعا هما كانوا فاكرين ان كاميليا عبره لكل واحده مسيحيه تطلع وان الكل هيخاف، بس انا يعني احب اوضح حاجه، انا لما طلعت كنت عارفه اني ممكن ارجع، وكنت عارفه ان انا ممكن ارجع وان انا ممكن اتمسك وان انا الكلام ده كله، ما فيش حمى ليا او ما فيش يعني حد لي، بس كنت عارفه ان الحمى الكبير ربنا وكنت طالعه ربنا بس. فلما يعني لما طلعت وانا على فكره كنت واثقه ان انا هرجع، طلعت بكده بس هطلع واثبت اسلامي واقول لكل ان انا مسلمه. كنت دايما بقول ان يعني المده قضاء وقدر من عند ربنا، كله مقدر ومكتوب، وراضيه بقدرك يا رب، واللي هيحصل انا راضيه بيه يعني، انا راضيه بكل حاجه، خير راضيه بيه، شر برضك هيبقى خير من عندك بعدي خير. طلعت اليوم اللي طلعت فيه كان عندي درس لغه عربيه، جاني تليفون، طبعا الشيخ بيه كان في المعتقل، فجاني تليفون من حد وقال لي ان في مكان جاهز وان انا اقدر اروح. فطلعت ورحت المكان ده، رحت عند ناس طيبين جدا يعني، الناس اللي هم المسلمين بجد احتووني وقعدت في بيتهم. وبدأت طبعا اول فترة انا كنت متعلقة باهلي جدا يعني، انا كنت محبهم حب يعني لحد دلوقتي ليه حنين، وبالعكس كل يوم بيعدي بيزيد مش بيقل يعني، وادعي لهم بالهداية يا رب. قعدت عندهم طبعا اول شهور، طبعا المكان متغير، فارقت اهلي والكلام ده كله، ده ما كانش احساس يعني سهل عليا، الحمد لله هم وقفوا جنبي لحد ما تعديت المرحله دي، وقفوا جنبي لحد ما عديت الشهور الاولانيه. ابتديت بعد كده اتاقلمت وعشت وابتديت اتعلم لحد ما طلع الشيخ ابو يحيى في المعتقل اللي كان بينا صلاه. فاول ما طلع بعتني الشيخ يعني بعد اللي انا اتكلم معاه عشان اخلص اوراقي. طبعا انا كان اهلي سمعت لما طلعوا بالمظاهرات وعملوا كلام كتير وقالوا ان انا اتخطفت وخطفوني شيوخ والكلام ده كله، يعني انا عايزه اوضح لهم حاجه، انا ما اتخطفتش وما خطفونيش شيوخ، انا لما طلعت بارادتي، ولما قلت عايزه اسلم يا ناس انا من جوايا فعلا لقيت ده الصح وانا عايزه اروح له، انا عايزه اعيش كده. انا كنت يعني انا كان جوايا احساس في الوقت ده لو باجي يوم من عمري عايزه اعيشه مسلمه، نفسي يوم البس زي الاسلامي وامارس يومي كمسلمه، اصلي فرض فرض وانا مش خايفه، اعيش حياتي مسلمه لو يوم وبعديها اموت، دي كانت امنيتي. والحمد لله ما عشتش يوم يعني، عشت شهور بس. ابتديت اني خلصت، انا لما اختفيت على فكره لما هم قالوا انا اختفيت الحكومه خافياني وامن الدوله متباطئ، وكان امن الدوله نفسه ما كانش يعرف مكاني. انا اختفائي ده يا جماعه عشان انا كان عمري او سني لما طلعت كان 17 سنه وست شهور، السن القانوني لاشهار الاسلام في الازهر 18 سنه. انا لو اضمن يوم ما طلعت اروح الازهر ويشهروا لي وانا ناقصه ست شهور ماشي كنت رحت. انا اختفيت الست شهور دي لان انا كنت هرجع، لان ما كنتش تميت السن القانوني، فاختفيتها بس لحد ما كمل السن القانوني. الحمد لله اول ما تميت السن القانوني
رحت الازهر اشهرت اسلامي، وحاليا معايا بطاقتي مسلمه باسم جهاد. وعلى فكره انا ما غيرتش اسم الوالد، يعني ما غيرتش اسم ابويا برضك، جهاد عصام كامل بس محمد، عشان على فكره انا عايزه اقول لهم ان انا مرتبطه بيهم جدا ولحد دلوقتي. والله والله لو كنت اضمن ان هم يقبلوني مسلمه وبيتهم، انا كنت عشت معاهم في البيت. بس انا عارفه بيتي وعارفه طباعي وطباعهم وعارفه اهلي صنعتهم ايه، فما كانش ينفع اشهر وانا في وسطهم. فانا حاليا مسلمه واشهرت، وهم لو جابليني مسلمه انا مستعده، بس مسلمه. يعني هم حاليا لما وقفوا عملوا مظاهرات كانوا بيدوروا على مادلين، فانا عايزه اقول لهم حاجه، مادلين ماتت كشخصية خلاص، ملهاش وجود في الدنيا. الشخصية حاليا الموجودة جهاد، الشخصية الحالية هي جهاد المسلمة اللي عايشة على الدين الإسلامي. مادلين المسيحية خلاص ملهاش وجود. فأنتوا لو عايزين توصلوا جهاد المسلمة ماشي، بس المسلمة، لكن المسيحية لا. فأنتوا لو عايزين تثبتوا نصرانية، فأنا ما أقول لكم مفيش نصرانية، مفيش حاليا مادلين النصرانية، في دلوقتي جهاد المسلمة. في أي مظاهرة هتعملوها، أي وقفات هتعملوها، أي حد تتكلموا معاه، هتدور على مدلين مش هتلاقوها، لأن مدلين مش موجودة. هتدور على جهاد المسلمة موجودة. ف أنا مش عارفة أقول لكم إيه، بس عايزة أقول لهم إني والله محبهم قوي. يعني أنا فراقكم عليا صعب، أنا مريت بأيام صعبة، بس يمكن لقيت اللي احتووني وخدوني زي بنتهم. يمكن لقيت اب تاني وام تاني، يمكن مش بنفس الاب الاولاني او الام الاولانيه، بس عايزه اقول ان ربنا فعلا بيعوض، بيدي عيله خير من العيله الاولانيه، وبيدي ناس خير، وبيدي وضع غير من الوضع الاولاني. بس يعني برضك عايزه اقول لهم ان انا محبك والله، ومدعي لكم بالهدايه، مدعي لكم فعلا ان ربنا يهديك. وعايزه اقول لهم بس فكروا زي ما انا فكرت، وصلوا. يعني انا مش عايزه اقول ابحث، مش عايزه اقول اعمل، يعني اسال فلان، لا انا عايزه اقول اقف وصلي زي ما انا صليت، اقف وادعي ربنا، هو مش هيسيبك، لان هو مش ما يسيب حد، هو اللي ما يطلبه بجد ما يلاقيه. وعايزه اقول مش لاهلي بس، يعني انا عايزه اقول لاهلي وبيتنا ولزمايلي وللناس النصارى عامه، فكروا بجد، فكروا صح، يعني ادعوا ربنا، فكروا صح، ما تبقوا الفضل اللي انا فيه. وعايزه اقول لابويا وامي والبيت خاصه وللناس عامه، ان يا جماعه انا بخير، وعايشه في مكان امن، عايشه في مكان كويس. عايزه اقول لهم ما تزعلوش، بالعكس، يعني عايزه اقول لامي ما تبكيش، لابويا ما تزعلش، لاخواتي لبيتنا، بالعكس والله انا اخترت الصح. على فكره انا لما فكرت كنت في تناقض كبير بين الدنيا والاخره. الدنيا ما فيش حاجة، على فكرة أنا ما فكرتش إن الإسلام غلط لحظة، بس كان كل تفكيري حنيني لأهلي، حنيني لأبويا لأمي. بس أنا وضحت في نقطة، لأختار دنيتي وأهلي وأكمل على النمط ده، لأختار الآخرة. بس الدنيا الرحلة وهتنتهي، عشت يوم، عشت 100، عشت سنة، زي ما هعيش هموت وهتنتهي. لكن الحياة الأخيرة، ويا رب يا رب يجعل آخرتنا الجنة يا رب، هي الحياة الثابتة، هي الدنيا الدايمة. فمعلش عايزه اقول لهم ما تزعلوش مني، انا اخترت الصح، اخترت اخرتي، اخترت الحلو. يعني سبت الظلمه وجيت للنور. فعايزه اقول لهم يعني في ستر على العيون، حاولوا تشيلوه، حاولوا، يعني حاول ما تبقاش متعصب، ما يبقاش عندك كبر، ما يبقاش عندك الكلام ده كله، لان انا مريت باللحظات دي، مريت بالكبرياء، مريت بكل الكلام ده. فعايزه اقول شيلوه، فكروا بجد. و الكلام ده لأهلي وناسي، وفكروا صح. وأنا والله والله ما أحبكم بجد. و أما بقى أنا عايزة أطلب طلب بقى من المسلمين أو من الأزهر عامة أو من الناس. المفروض أنا على فكرة ما لقيتش الحرية، ما لقيتش إن أنا أطلع أشهر إسلامي، لقيته بجد. لأ، أنا نفسي يكون في حرية، في حرية عقيدة بجد، زي ما بيتكلموا ديمقراطية وحرية عقيدة والكلام ده كله. يعني أنا كل اللي مطلبه نفسي لما أروح الأزهر ألاقي فعلا حد يستقبلني، حد يحتويني، ألاقي فعلا مكان. يعني أنا بنت، والبنت بتبقى عرضة لأي حاجة خطر في الشارع، ف
فما ينفعش اطلع ويبقى مرسيه الشارع، لا، الازهر المفروض بيت لكل مسلم. فالمفروض انا لما اروح الازهر الاقي حد، الاقي فين؟ لكن اروح الازهر يبقى خايفين، يبقى مش مفيش كده، ويا دوبك ده لو خلصوا الورق يا دوبك بيخلص ومشي، امشي بقى ضعت في الشارع، امشي لقيت حد، جيت بس هو الحمد لله رب العالمين، ربنا مش هيسيب عبيده، لقيت يعني. بس المفروض يبقى في حاجه، او في حاجه متخصصه للموضوع ده يعني، المفروض يبقى في، انا بنت طالعه وعايزه الاسلام والحمد لله رب العالمين اسلمت، يبقى في مكان يأتويني، في مكان للوضع ده لما اطلب منهم، عايزه الحريه اللي يتكلموا فيها. وبرضك مطلوب من الحكومه ما يبقاش الخوف يعني، انا واحده ببقى طالعه ما يبقاش الخوف من اهلي ومن الازهر ومن الحكومه، كفايه من اهلي بس، بلاش الازهر، المفروض بالعكس دول يبقوا في ظهري، دول يساندوني، دول يحموني، لكن ما يبقوش هم ستر خطر عليا برضو يعني. انا في بدايه طلوعي لما كان في بلاغات في امن الدوله والكلام ده كله، كان اهلي ما يدوروا عليا، كنت ما يعني محل خطر ان اهلي عايزين يوصلوا لي، وطبعا لو وصلوا لي اهلي مش هرجع واعيش في بيتي كانسانه طبيعيه، لا هرجع على الدير زي ما اسمع، هرجع وهتحبس في الدير، محدش عارف عنه حاجه، والله اعلم ايه اللي ما يحصل جوه، وهحكي في موضوع الدير ده بعد كده، بس احكي دلوقتي كان في الموضوع اللي بتكلم فيه. وبرضك امن الدوله ما تدور، مطلوبه من امن الدوله ومش لاقيه من الازهر امان، طب هعمل ايه؟ والله اتحطيت في النقطه دي، للازهر في امان والامن ما يدور واهل ما يدوروا، طب ازاي؟ طب انا بقى في الوقت ده كنت مستنيه الازهر يكون حما والامن يساندني، ده اللي انا طالباه في الوقت الحالي، ان اي اخت تيجي او اي اخت تبقى عايزه الاسلام يكون تلاقي كده، انا ما لقيتش وخلاص عدى، بس اتمنى ان الجاي واللي يكون خير منك يا رب ويلاقوا كده. اما بقى بالنسبه لموضوع الاديوره اللي انا قلت اتكلم فيه دلوقتي، لما انا احكي في حاجتين، حاجه انا كنت بسمعها وانا بيت ابويا، والموضوع التاني اخوات فعلا اتقابلت معاهم عند الشيوخ كانوا في الدير وهربوا او طلعوا، وانا في بيت ابويا طبعا معروف ان انا كنت مسيحيه، فلما كانوا بيجي يتكلموا معايا بيتكلموا مع البنت المسيحيه مش البنت المسلمه، فابتدوا سمعتي اللي حصل؟ سمعتي ايه؟ الكاهن الفلاني راح للبنت الفلانيه الساعه كذا بالليل متاخر، فقط متاخر، اخدها في عربيه لا هي عارفه رايحه فين ولا هي عارفه حاجه خالص، راح على الدير ولا هي عارفه دير مين ولا هي عارفه حاجه خالص، بتتحبس ما بتطلعش الا لما بتكون فعلا سبتت على النصرانيه، ما بيطلعوهاش، بتقعد بقى شهور وسنين، في ناس ما بتطلعش، في ناس بتوصل لحد ما بتموت في الدير. ده اللي كنت بسمعه يعني، دي شهاده لله، ده اللي كنت بسمعه وانا ببيت ابويا، ده اللي كان، وفعلا يعني مش بعيد يعني، في بلاد جنبينا فعلا بلاد بالظبط، وناس اشخاص معروفه وكهنه معروفين واشخاص برضك البنات اللي اتاخدوا معروفين. بقى انا رحت عند اكتر من شيخ، فقابلت مع اختين عند شيخين مختلفين. اول اخت قالت لي ان هي كانت في الدير وداها اخوها لما شاع ان هي هتسلم، خدها اخوها وداها، ما كانتش عارفه هي رايحه فين، برضو بيمضي البني ادم اللي بيدخلها بيمضي، لو مات ما تطلعش، لازم هو اللي يمضي يطلعها. قالت الاخت دي على فكره راحت الازهر واتباعت في الازهر، يعني كانت رايحه الازهر تشهر، احد الموظفين قال لها اديني تليفونك عشان هعمل حاجه وعشان اهلك ما يرنوش، راح اتصل باخوها قال له اختك موجوده في المكان الفلاني وباعها بمبلغ تقريبا 10,000، وجم اخواتها خدوها، يعني هي دخلت الدير مرتين وتطلع منه، اول مره خدوها راحت الدير وطلعها، لما شاع اسلامها تاني راحت الدير تاني. في المره التانيه بقى ابوها كان تعبان وكان هيتوفى، فرفض بقى يعني بنته تفضل موجوده في الدير، فطلب وطلعها، طلعت من الدير. قالت ان احنا كنا في اوضه عددهم ما يقرب من 25 30 اخت في اوضه واحده، قالت طبعا ممنوع الكلام، ما بنتكلمش سوا خالص، بالليل من وراهم كنا بنبتدي نتكلم، وقالت معظم، انا مش هقول 100% من اللي محجوزين دول عايزين يسلموا، بس هقول 80% منهم ناويين الاسلام محبوسين. دي اخت من الاخوات اللي ربنا يصلها لها وطلعت واتقابلت معاها. الاخت الثانيه دي برضو انا شفتها، دي خدها برضك اخوها وداها الدير وطلعها ابوها برضو، دي بقى كان عامل لهم شبه مشغل او حاجه يشتغلوا فيها بالدير وطلعوا لهم راتب شهري، يجيبوا لهم كهنه يوعظوا، يجيبوا لهم اخوات يتكلموا معاها، دول بقى مش بيطلعوهم الا لما الواحده بتتجوز، تطلع على بيت جوزها، فلان جاي عايز يتجوزها، فلان عايزها، ما بتطلعش الا لما بتتجوز، بس عشان يضمنوا ان هي ثابته على النصرانيه، طبعا في عصمه راجل وطلوعها صعب والكلام ده كله. وسمعت
من احد الشيوخ برضو ان انا كنت عندهم، اني وصلت لاخت كانت هربانه من الدير عليها اثار عذاب، يعني مكويه بالنار، وان في مشرحينها. دي انا ما شفتهاش بس سمعت عنها، يعني دي برضك يعني. وكل اخت على فكره، يعني سواء الاخت دي او الاخت دي، وضحوا لي ان العدد ما يقرب من 25 30 اخت، يعني عدد ثابت، واكتر من اوضه مش اوضه واحده. بس ده بالنسبه للقدر واللي محصل في القدر. والله انا يعني مش عارفه اقول لكم ايه تاني، بس كل اللي عايزه اقوله لكم ان الحمد لله، الحمد لله، والله الحمد لله على نفسي. انا في نعمه محدش يحس بيها غيري يعني، والحمد لله فعلا على نعمه الاسلام، وكفى بها نعمه بجد. ومش عايزه الا كده، مش عايزه غير اني اعيش مسلمه فيها اللي عشته.